وصلنا إلى مشارف نهاية الدورة. أعتقد أهم شيء أنه معظم الحضور من مدعوين إلى مساهمين إلى مخرجين إلى جمهور هم سالمين، هذا أهم شيء بالنسبة لنا، لأنه كان بالنسبة لنا شيئين حيويين نركز عليهم. أولاً أن تكون الدورة فنياً ناجحة من ناحية الأفلام، من ناحية المشاريع، من ناحية الافتتاح والختام وغيرها من الفعاليات الأخرى، ونكون إحنا بصحة وفيرة. أصور حتى اللحظة إحنا مرتاحين جداً للنتائج. الحقيقة طبعاً كان إحنا كنا قدام 8 أيام صعبين جداً تقال على فريق العمل كله، كان عندنا مسؤولية كبيرة ناحية الجمهور سواء على المستوى الفني أو على المستوى إجراءات الوقاية والأمان اللي الحمد لله ربنا سطرها معنا فيها. النهاردة إن شاء الله هتتوج الأفلام الفائزة بالجوائز، الحقيقة زي ما هنشوف هي محقة إلى بشكل كبير. أعتقد إن احنا شفنا دورة متميزة جدا كأفلام، وأعتقد إن النهاردة الجوائز هتشهد مفاجآت عديدة للجمهور. احنا فخورين جدا باللي حصل في السبعة أيام اللي فاتوا. المضمون كان جميل، المشاركة كانت عالية جدا من مصر وخارج مصر، ومثالي بعتنا الرسالة اللي احنا كنا عايزين نبعتها، وهي رسالة تفاؤل ورسالة للعالم كله ان مصر فتح ابوابها للجميع، وان شاء الله دايما كده يكون كده، ونشوفكم ان شاء الله السنة الجاية في المهرجان الجونة السينمائي الخامس. زعلانين جدا ان المهرجان بيخلص خلاص، 8 ايام عدوا بسرعة البرق، كانوا جميل جدا، بس في نفس الوقت بصراحة عندنا شعور بالارتياح انه الحمد لله 8 ايام خلصوا على خير، وقدرنا ان احنا ناخد المتعة الثقافية والفنية اللي احنا متعودين عليها من مهرجان الجونة. ما زلنا معاكم بنتابع فعاليات ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ومعنا لقاء خاص مع سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. أهلا بحضرتك معنا يا فندم يا ست اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. يعني تحب حضرتك تقول لنا إيه في ختام هذه الدورة، وحضرتك مشرفنا بالحضور؟ الأول أنا يعني بقول إن المهرجان زي ما حضرتك أو كلنا عارفين بيعقد في ظروف استثنائية. يمكن أول ما جولي القائمين على المهرجان هنا وشرفوني في المكتب وعرضوا الفكرة، هم نفسهم كانوا مستصعبين الموضوع يتم يعني، ولكن يمكن الدولة كانت مستجيبة وكانت متعاونة معنا بشكل كبير جدا، بالأخص يعني يمكن وزارة الصحة، بتوجه بالشكر فعلا لوزارة الصحة. وزارة الصحة دعمتنا بالأطقم الطبية بتاعتها، ساهمت بشكل كبير جدا في التزام الناس بقدر. الحاجة الأخرى أن أنا عاوز أقولها برضو أو أشيد بيها، أن القائمين على المهرجان كانوا مستجيبين جدا لكافة التعليمات الصادرة. المهرجان أو مهرجان الجونة هو قيمة مضافة، وقيمة مضافة للدولة، قيمة مضافة بالنسبة لي أنا كمحافظة. النهاردة بقول لما يرجع كل القائمين ويرجع كل الناس إن شاء الله، سواء كان المصريين المشرفين أو سواء كان الأجانب المشرفين في المحافظة، يرجعوا إن شاء الله بإذن الله سالمين آمنين، أنا بالنسبة لي ديت قيمة كبيرة. ألف مبروك أنه جي أف أف 2020 بالقيمين عليه قدروا يعملوا معجزة هذه السنة، ورغم كل الصعاب والتحديات عملوا المهرجان، جمعوا الناس اللي كانوا مشتاقين لبعضهم، كسروا الكورنتين، وقلنا لا في صناعة سينما، وكلياتنا اجتهدنا هيدي السنة، كلياتنا خطينا صعاب كتير، كل على قده. في تحية كبيرة أولا لوزارة الصحة إنها وافقت وساعدت وكان لها دور كبير في حفلات أو إيفنتات، كان أكثر من 300 شخص وقفوها، كان عندهم القوة إنهم يوقفوها أو يمنعوها، كلنا كنا مبسوطين بده مش متضايقين. أحب أقول إنه مبسوطة قوي إن ده حصل وسط المهرجانات العالمية كتير اللي كانت بتتلغي، فمجرد إن ده حاصل إحنا في إنجاز، حاجة مشرفة جدا، حاجة تدعو للفخر جدا جدا. مبسوطة جدا إن إحنا قدرنا السنة دي نعمل المهرجان في ظل الظروف اللي بتحصل في العالم كله، بس إحنا بنتحداها بالفن وبالثقافة، وفي الآخر لازم نتعايش مع اللي بيحصل، فإحنا بنتعايش، فمبسوطة قوي إن قدرنا نعمل المهرجان السنة دي. فعلا بحيي فريق العمل على الإنجاز بهذا الكم اللي بيجعلني أنا شخصياً لو أنا في مقعد لجنة التحكيم هبقى عندي حيرة كبيرة قوي لمن تمنح الجائزة، فبحييهم على ده. بحيي كمان فريق العمل على الانضباط في المواعيد، يعني لا أتذكر، ربما حصل لكن بالنسبة لي لم أجد إنه فيلم حدد له معاد عرض وبعدين اتغير الميعاد. الحقيقة لا، دلوقتي بتعرض مسلسل اسود فاتح على شاهد، وبعد كده هيتعرض على MBC.
والحمد لله الفيدباك كويسة جدا جدا عن المسلسل، وأنا مبسوطة جدا بنجاح المسلسل. مبسوطة أن أنا اشتغلت مع كريم العدل ومع شركة كبيرة زي أستاذ صادق صباح، أكيد مبسوطة جدا. كان في خوف حتى أنه سوكي وقت كورونا وهيك، بس الحمد لله أنه مصر نجحت بهذا الإنجاز وقدرنا نتخطى، وإن شاء الله نقدر نعمل إنجازات أكتر للسنة الجاية ويكون سنة أحسن على الكل. يعني هاي فرصة كتير حلوة إنه نكون عم نقدم الفيلم سوا مع المخرجة ومع المنتج ومع أمين بوحافة اللي سوى الموسيقى للفيلم، ومع دارينا الجندي اللي بتلعب دور أم سام علي بالفيلم، ومع أنيسة داود اللي بتلعب كمان دور صغير. يعني كان في قسم من الفريق هون، وأكيد يعني بمصر وبالعالم العربي كانت البريمير، فرصة كتير حلوة وأول مرة بلقونا كمان، وفستيفال هلا بياخد العال. المهرجان كان ممتع جدا، كان مفيد إن احنا نخرج ونشوف سينما تاني بعد كل الحبس ده، وبعد ما فضلنا مركزين قوي مع المنصات اللي أنا بحترمها جدا وساعدتنا ونشكر لها فضلها معانا في البانديميك. بس برضو كان وحشنا نشوف السينما اللي من نوع ده في الأوضة المقفولة في الشاشة في الضوء، فأعتقد ده كان حاجة ممتعة جدا. عموما كجوري كنت مستمتع جدا من أتفرج على 16 فيلم مختلفين، حبيت جدا المستوى والكواليتي اللي موجود، فيعني it was very nice. كنت مبسوط جدا بوجودي في المهرجان، ومبسوط طبعا بالفعاليات بتاعته بأفلام المنتقاة طبعا، ومبروك للمكرمين كلهم. و اللوك ده تصميم بدلة سارة، تصميم نائل حليم، فستاني تصميم محمود عنتر، ستايلست بتاعنا احنا الاثنين محمد شافعي. بس يعني والله بنقعد نتناقش كلنا. الفكره جات لنا والله من بيوتي اند ذا بيست، يعني من ديزني عموما يعني. تابعنا مع حضراتكم عدد من اللقاءات على ريد كاربت لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة تحت شعار الإنسان والحلم. كنا معاكم على مدار أسبوع واستعرضنا عدد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام المقدمة على منصة مهرجان الجونة السينمائي. كانت معاكم هويدا يحيى، شكرا لكم وإلى اللقاء.